وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا بتخبركم عنها الدكتورة ندى الملة. صبحكم الله بالخير والنور والسرور يوم الأثنين، وأذكركم أرقام التواصل وأذكركم أرقام التواصل تقديم شكر اقتراح، ما أنا بوقت شكاوي في رمضان، قدموا شكر والله شكر وايد زين. نذكركم أرقام التواصل 600-55-1414 ورسائل نصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت نور دبي فقط على الإنستغرام. أذكركم على المسابقة ما روحت محمود، هي يلا يلا جماعة ركزوا في السؤال وركزوا في الإجابة. أوكي، شو السؤال؟ أي من الجمل الآتية غير صحيحة عن وجبة السحور؟ رقم واحد، شرب اللبن والحليب وقت السحور. رقم اثنين، تناول وجبات السريعة والأجبان المملحة وقت السحور. ورقم ثلاثة، تناول الخبز أو ما يشابهه وقت السحور. احنا نقول إجابة غير صحيحة، يعني طرشوا الأجوبة على 4006 مو على الانستغرام مع أرقامكم الثلاثية. يعني اللي نسينا عادة إنزين، يعني اللي بيطرش السؤال الجواب. يقول أو الجواب يقول يعني الجواب رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة مع الاسم الثلاثي إنزين على 4006، وبيفوز معانا إن شاء الله ب500 درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي. إنزين أنا ناخذ أسماء الجناحي. صباح الخير يا أسماء. صباح النور، شخباركم؟ الحمد لله، شخبارك انتي وصباحك ورد ويومك سعيد؟ يومكم اسعد ان شاء الله. شو عندك اخبار اليوم يا اسماء؟ اول شيء ببدأ بالرسالة الصباحية، عجبكم بعض الاشياء اللي صارت في السوشيال ميديا خلال 24 ساعة الطافت. اول شيء، الرضا الذاتي وتعزيز الثقة بالنفس امران مهمان ان اردنا حياة اكثر سعادة ومتعة. صح لسانك، اهم شيء ان الواحد يكون واثق من نفسه. ما قالت شعر الناس تقدر او ما تقدر، خليك واثق من نفسك. صحيح، كلامها جميل اسماء، والله رسالتك، والله رسالتك الايجابيه مال كل يوم تبعث فينا الايجابيه والله يا اسماء. شاكره لك الرسالات والله. انت احنا عندنا اليوم عندنا مشاركه او فعاليه في مركز الخوانيت الصحي عن الاقلاع عن التدخين، فاللي يبغى يقلع عن التدخين يسوي فعاليه خاصه لهم في مركز الخوانيت الصحي. ممتاز، هذا نتمنى من الناس ان يشاركون معانا، يخليك قدها وتغير اذا كانوا حابين يتغيرون او يغيرون شيء فيهم، مو بلازم يكون سمنه وتدخين وغذاء، ولكن حتى الاشياء الاجتماعيه او الاشياء الواحد يتمنى يغيرها، ورمضان فرصه كبيره للتغيير الايجابي. صحيح، هذه دكتورة ندى سوت لي منشن، سوت لي منشن ولا ما حطيت؟ لا بتكلم بس شوي دقيقه بس اقول لك ترى ما حطها، كان طرش لي قالت لي كذا كذا كذا، سويت لك منشن. قلت الدكتورة زين انا ما بحب اغير شيء فيني. شوفي قالت انت خقاق يقول ما عندي شيء بغيره، ما عندي شيء في ما في شيء بغيره. شوفي ما رضى يسوي أبو الأسبة. تبغي تضيفين شيء قبل ننهي معك اللقاء؟ دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. شكرا لك. أسمع، بعد في عنا مسابقات أعتقد على السوشيال ميديا. أنا طبختنا عليك وهي المقاسات نختار الفايز عقب كم من يوم. ننصح الناس يشوفون المقادير اللي نحن حاطينها ويشاركون في المسابقة عشان يفوزون بجوائز قيمة من تيفال. يسوي الدكتورة ندى شارك؟ لو شاركت بتفوزوني، أهم شيء تفوزوني. يستوي الشاركين بس ما أعرف إذا بتفوزين ولا
زين. أول شيء الحين طبخ زين دكتور؟ لا طبخي زين زين والله. طرشين مقادير اسمه خلنا نطبخ وتصور لكم. شوفينا على كام DHA_Dubai. شوفوا يلا كلنا خلنا ندش ونجرب الطبخة نطبخ اليوم. طبخوا حق رياليكم حق مهاتكم حق خواتكم. طلع زين صوروا، طلع مو زين استروا عادي. شرات المثل ما يقول طبخا طبختي اكلي. شكرا لك أسماء الجناحي. شكرا أسماء، نهارك سعيد حبيبتي. انزين العلماء يكشفون معلومات جديدة عن اللسان. ايه انزين شو تقول معلومة؟ لسانك حصانك. ايوة انصنت حصانك وانخنته خانك، فلا فضفوك يا محمود يا رب. أكد علماء من ألمانيا والولايات المتحدة توصلهم لنتائج تبين قدرة لسان الثدييات على استشعار طعوم أخرى غير الأساسية المعروفة حاليا. انزين وأوضحوا في مقابلة أجروها مع مجلة، شو اسم المجلة؟ Nature Neuroscience. انزين هذه المجلة العلمية في مقابلة أجروها من خلالها قالوا أن الاعتقاد السائد في الوقت الحالي يقول أن اللسان قادر على استشعار 4 طعوم أساسية، الحلو والمالح والمر والحامض، وكل منطقة في اللسان تحتوي يعني على حليمات ذوقية أو تذوقية المفروض هي قادرة على استشعار طعم معين. اللسان غير قادر على تمييز السوائل التي لا طعم لها كالماء النقي مثلا، لكن أبحاثهم الأخيرة بيّنت عدم صحة تلك النظريات. وأضافوا لقد أجرينا العديد من التجارب على الفئران المخبرية، وخلال التجارب قمنا بشكل مصطنع بتعطيل الحليمات الذوقية أو التذوقية مناطق في ألسنتها لمعرفة كيفية عمل اللسان على استشعار السوائل وتمييز الطعم. لاحظ العلماء أثناء التجارب أن الحليمات الذوقية في المنطقة المسؤولة عن استشعار الطعم الحامض في اللسان هي التي تستجيب عند تعرضها للماء وتستشعر به رغم أنه سائل عديم الطعم، وترسل إشاراتها إلى الدماغ لتفسيرها، حيث أنه تم تعطيل تلك الحليمات بالذات، ولما تم تعطيلها لم تستطع أدمغة الفئران تمييز الماء عن سائل آخر عديم الطعم قدم لها. ساعات دكتورة ما أدري أنا هذا الشيء يجيني أنا بروحي ولا هل هو؟ لا أنت بروحك يمكن، بس أنا كما أبغي أتكلم عن ماي زمزم. زين أنت طبعا ما أدري شربتي ماي زمزم قبل؟ إيه والله شربته. إيه زي الحمد لله. لا الفكرة ماي زمزم تحسين طعمه معدني مختلف عن الماي اللي ممكن تشربينه. صحيح ما أدري هل هذا ممكن عشان نحن في عندنا حليمات في اللسان هو تستطعم هذه المسألة، لأن ماء زمزم غني بالمعادن، يعني مو مثل الماء العادي حين نشرب المعدني العادي اللي يكون فيه، ترى الماء حين نشربه يكون أصلا بعد شوي معالج اللي تكون في العلب اللي نشربها، ولكن ماء زمزم يكون أصلا من المنبع فيكون في مجموعة من المعادن، فعشان شيء في ناس لما تشربها ما تستسيق طعمه وايد، بس كل المعادن اللي فيه حسب هالدراسة حنشوف الدراسة تقول إن اللسان يقدر يحلل حتى الأشياء اللي ما لها طعم نفس الماء، فالماي لما نشرب ماي زمزم يتم تحليل مكوناته على كبر اللسان، مختلفة أجزاء اللسان تحلل المكونات الموجودة، من شي تحس بداية اللسان بطعم مختلف ولما تبلعه على آخر لسان تلاقي طعم آخر، ويروح العمر خلي بلا دبت ماي زمزم. صايمة أنتي؟ شباب بعد الفطور. أوكي. هو حنصوف النهار وفي الليل كمان. طيب يا ستي، عموما نحن نذكر بسؤال المسابقة دكتورة وما نطلع فاصل. نذكركم أي من الجمل الآتية غير صحيحة عن وجبة السحور؟ رقم 1 شرب اللبن والحليب وقت السحور. رقم 2 تناول وجبات سريعة وأجبان مملحة وقت السحور. أو رقم 3 تناول خبز أو وما يشابهه وقت السحور. على 4006 مع أرقاكم الثلاثية ومب على الانستغرام تفوزون ب500 درهم. غلط نحويا. ليش 500 درهم؟ ايه شو نقول؟ عموما بندى يتريات صبحك الله بالخير. هلا أبوي. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا أبوي إيش أخبارك؟ سلام حيا الله أخت ندى، كل عام بخير. أنت الصحة والسلام أبوي. أخونا محمود صباح الخير، كل عام بخير. نور السرور بندى الحبيبي. أقول طال عمرك هذا ما يزمزم الله جعل فيه شفاعة. يعني إذا كان أنت في البيت مخزن عندك ماء زمزم، إذا كان عندك مريض ولا شيء
تصبه في عينه إذا عينه تعورة أو جسمه مريض، يعني هذا يجعل في عدة منافع طال عمرك هذا ماي زمزم. هذا عقب ما تودي الطبيب طبعا. بس هذا يعني بعد اعتقاد عند المسلم الماي هذا يتبرك به طال عمرك. أكيد أكيد بنا ذلك. يتبرك إنه خص هذا الماي ما تحصله كل مكان. حضيض إذا كان واحد مخزن عنده في البيت طال عمرك. أكيد أكيد بنا ذلك أكيد. ووقت الإفطار عليك بالفاشة أو الفريد أو الهريز والتمر. ما سمعت كفاعة يا شبوية، كان تزعل عليك الحين لما تقولها باكة وتريد على الفطور. لا لا صح تريد زين. لا الباكة يأكلون طال عمرك. ايه. الأولين يأكلون باكة، هذا حق المفاصل زين، حق جميع حق المعدة كلها زين. صح. والباكة غير نمونة كان زمان يسوونه في هذا في عند رعي المحلات يخزنون اللحم 24 ساعة. يوم ثاني وندى هذا اللي بيفطر باكر الله يخليه كم بيخلص رمضان كم وزنه؟ ما باقي شيء طال عمرك. ما بتشوفه لثاني يوم. على مدار السنة هذا الباكر موجود طال عمرك. صحيح ابو جزاك الله خير ابو ندى، نحن نطلع فاصل. مشكورين مشكورين. شكرا لك ابوي، شكرا، نهارك سعيد. شكرا. إذن مستمعينا متواصل معاكم بعد الفاصل، عندنا مواضيع شيقة وجميلة قد تهم الكثيرين منكم، ففاصل وراجعين. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اذاعتكم المميزه دائما اذاعه نور دبي. مستمعينا، هيئه الصحه بدبي دكتوره تمدت لائحه برنامج رعايه خريجي الثانويه العامه داخل الدوله. طبعا هذه اللائحه تقضي باستقطاب النخب الطلابيه من حمله الشهاده الثانويه العامه ابناء الدوله لاستكمال دراساتهم الجامعيه في مجال العلوم الطبيه والصحيه، ومن ثم توفير وظائف تخصصيه لهم في مستشفيات ومراكز الهيئه. طبعا انتوا على ايامكم ماشي هذا البرنامج، ما كان في محمد، بس هي مبادره جدا 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 طيبه صراحه، وتشجع فعلا ابناء الدوله يدشون التخصص الجميل. انزين، شو رايك نتعرف على تفاصيل هذه المبادره مع ضيفتنا في الاستوديو الاستاذه ميعاد الهاشمي، مسؤوله برنامج رعايه خريجي الثانويه العامه باداره الموارد البشريه، وايضا انت ميعاد رئيس شعبه التدريب، رئيس مكتب اداره المواهب في اداره الموارد البشريه. حلو اسمكم اداره المواهب، وايد جميل الاسم. عموما نحن نتكلم عن هذا القسم بعد إدارة المواهب، لكن خلينا نتكلم اليوم عن هذه ما أدري أسميها منحة دراسية، برنامج رعاية. برنامج رعاية، كلمينا عنها. طبعا نحن في البداية هي بناء على استراتيجية هيئة الصحة بدبي، والتي تعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية عندنا في الدولة. تم إطلاق برنامج سميناه رعاية خريجي الطلبة المواطنين طب وعلوم، تم إطلاقه في يونيو 2016. طبعا يعمل هذا البرنامج على إعداد وتأهيل الطلبة المواطنين عندنا في الدولة ليكونوا الكوادر المستقبلية عندنا في رفع ورقي المهنة الطبية في الدولة في التخصصات طبعا الطب والطب المساند والتمريض. طبعا أهداف هذا البرنامج في بداية تلبية توجيهات قيادتنا الرشيدة، وذلك بالاهتمام والتنمية البشرية المواطنة وإعداد كوادر عندنا في الدولة تحمل مسؤوليات وخاصة في المهنة الطبية، تحفيز أيضا خريجي الثانوية العامة الأوائل والمتفوقين عندنا في الدولة للالتحاقات بالمساق الجامعة سبيشالي في التخصصات الطبية والطب المساند والتمريض، إلى جانب دعم سياسة التوطين عندنا في الدولة، والتي طبعا تعد من أهم مسارات التطوير في استراتيجية الهيئة، وتعزيز مفهوم الرعاية الصحية والوقائية بما يتناسب مع أعلى المعايير عندنا. ممتاز. نعيد محمود السؤال، احنا نسينا نعيده عقب ما رجعنا من الفاصل. عيد دكتور. بس نعيده ميعاد قبل ما نكمل معاك عشان الناس تفوز ب 500 درهم. أي من الجمل الآتية غير صحيحة عن وجبة السحور؟ رقم واحد شرب اللبن والحليب وقت السحور، رقم اثنين
تناول الوجبات السريعة والأجوان المملحة وقت السحور، أم رقم ثلاثة تناول الخبز أو ما يشابهه وقت السحور على 4006 مع اسمكم الثلاثي. هذا عبد الرحمن الحصى يصبح عليكم، يقولكم من مستحبات الصيام المحافظة على السحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. طيب نرجع للبرنامج، نرجع للميعاد. أنت قلت لنا نبدأ عن البرنامج، كيف ممكن واحد يسجل فيه؟ شو الشروط المفروض توفرها فيه؟ هل أي حد يبغى يدخل البرنامج يقدر يدخله ولا شو الشروط؟ طبعا يتم تسجيل عن طريق زيارة موقع الهيئة www.dha.gov.ae أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص في البرنامج scholarship@dha.gov.ae. طبعا شروط الالتحاق في البرنامج أنه يكون من مواطنين عندنا في الدولة، يكون متخرج من الثانوية العامة بناء على النسب اللي تم تحديدها في اللائحة لكل تخصص، حصل على موافقة مبدئية من المؤسسات التعليمية عندنا في الدولة، غير من الأوراق الثانية المطلوبة، طبعا صور شخصية وأشياء ثانية مطلوبة للرعاية. وش المنح المالية بيتم توفير؟ شو المنح اللي بتكون ضمن هذه المبادرة؟ لازم تسأل عن الفلوس، لازم نسأل، هذا شيء مهم، كل حد بيسألك طبعا أهم شيء. من المميزات اللي يمنحها البرنامج للطلبة طبعا في البداية دفع الرسوم الجامعية بناء على المبالغ اللي تم تحديدها لكل تخصص، وفي بعد بتكون مكافآت شهرية على حسب التخصص، مثلا عندنا في الطب يستلمون 6000 درهم، والطب المساند والتمريض 5000 درهم بالإضافة إلى التأمين الصحي، أيضا بدل حاسب آلي وبدل كتب جامعية. وأهم شيء بعد ما يتخرج من هذا البرنامج راح يتعين عندنا في أحد المستشفيات أو المراكز الصحية عندنا في الهيئة. ممتاز. طبعا أختي ميعاد، الهدف من هالمبادرة هم طبعا الطلبة الموجودين حاليا في الثانوية العامة، فكيف يتم استقطابهم وتعريفهم بهالمبادرة وهالبرنامج؟ طبعا تم وضع خطة عمل وشغالين حاليا عليه في زيارة المؤسسات التعليمية عندنا في الدولة، سواء كانت مدارس جامعات كليات، وعن طريق عقد مذكرات تفاهم مع بعض الكليات والجامعات عندنا في الدولة. ممتاز. هالبرنامج من يوم تطبيقه إلى اليوم كيف تلاقين تأثيره في تحفيز الطلبة إنهم ينضمون لمثل هذا البرنامج؟ طبعا مثل ما ذكرنا سابقا هو البرنامج يستقطب الطالب المتميزين والمتفوقين عندنا في الدولة، ومميزات البرنامج يشجع الطالب بأن ينتسب عندنا في البرنامج. أهم ميزة بأن بعد ما يتخرج يشتغل وتكون وظيفته جاهزة عندنا، بالإضافة إلى المميزات اللي تم ذكرها سابقا. للحين كم دفعة دخلت في البرنامج؟ دفعة واحدة؟ دفعة واحدة أطلقنا نحن مثل ما قلت في شهر 6 2016، ما يقارب 35 طالب من مختلف التخصصات والجامعات عندنا في الدولة. ممكن. شو الفيدباك مالهم على الطلبة؟ في بعض التحديات واجهتهم أو شيء؟ طبعا نحن في متابعة مستمرة من قبل هيئة الصحة للطلبة عن طريق الإدارة، وحاليا راح ينضمون معنا في برنامج التدريب الصيفي، راح نشاركهم في فترة الصيف، راح يشتركون معنا في التدريب الصيفي، راح في بعض يعني راح ينتسبون في بعض المستشفيات والمراكز الصحية عندنا في الدولة. ممتاز. وين يدرسون؟ في أي جامعة الحين؟ مختلف الجامعات، منها جامعة الإمارات، جامعة كلية دبي الطبية التقنية، جامعة محمد بن راشد للعلوم الصحية. هذه اللي عندكم اتفاقيات تعاون بينكم بينهم؟ شغالين في بعضهم، جزء كبير منهم في اتفاقيات، والبقية نحن فيها خطة عمل إن شاء الله بتكون فيها اتفاقيات من بيننا وبينهم. هل الجامعات بس داخل الدولة ولا بعد خارج الدولة؟ في الوقت الحالي داخل الدولة، بس إن شاء الله في خطتنا المستقبلية تكون جامعات خارج الدولة عالمية إن شاء الله. ممتاز. أنا يعني اللي عايبني ان اخيرا وجدنا برنامج ممكن انه يرعى الاطباء، لان الواحد عشان يسوي طبيب يا جماعه الخير ترى استثمار كبير. صحيح. وكم سنه درستي دكتوره؟ 6 سنوات ونص تقريبا، 7 سنوات غير الانترنشيب او التدريب، سنه عقب ما خلصنا، بعدين 4 سنوات تخصص، بعدنا مكملين المشوار. بس زين سويت فلوس وايد يعني هاي الفتره. انت عموما لا اسولف. ميعاد، انا عايبني اسم قسمكم اداره المواهب، عرفيني عن هذا الموضوع، شو يعني اداره المواهب؟
طبعا إدارة المواهب تحت هي مكتب في إدارة الموارد البشرية، يتكلم عن ثلاث مواضيع، منها التدريب والتطوير، عندنا التدريب وتطوير موظفين الهيئة، تقييم الأداء السنوية للموظفين، وأيضا برامج الرعاية اللي مثل ما ياسين نتكلم عنها اليوم، طب وعلوم. ممتاز. قبل يعني نختم معاك اللقاء، أنا بس أبغي أتكلم على بعض الأشياء اللي أنتوا تسوونها بالنسبة لي القسم. هل يعني تتندون على هل في عندكم مثلا زيارات ميدانية إلى المدارس إلى الطلبة على أساس أن تعرفونهم بهذا البرنامج؟ أيضا في وسائل ثانية الناس ممكن إذا حابين يتعرفون أكثر على المميزات في هذا البرنامج؟ تم وضع خطة عمل لبرنامج طب وعلوم في عام 2017، وشغالين حاليا عليه في زيارة المدارس والجامعات والكليات عندنا في الدولة، ترويج عن البرنامج. أيضا يتم الترويج عن البرنامج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، في الإذاعة، في الجرايد. يعني نحن ما ننشر من خلال حساباتنا في هيئة الصحة في دبي التفاصيل الخاصة بهذا البرنامج وكيفية الالتحاق فيه. أكيد. انزين، أنا عندي سؤال الحين بسأله دكتورة ندى. دكتورة، إذا ولدك ولا بنتك قالوا بيدرسون طب تخلينهم؟ هي خليهم من غير تردد، بس ممكن ما أقدر يخذ تخصصي، يعني عشان يكون في تنوع في التخصصات في العائلة. أنا أؤمن بتنوع التخصص، يعني مو مثلا يقول لك أبوي أمي طيبة عائلة أنا بصير طيبة عائلة، لا، يكون في تنوع في العائلة. بس بشجعهم، مهنة الطب جدا 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 جميلة، ولكن لازم تكون تحبها. إلا ما يحب داخل عشان يرضي أمه عشان يرضي أبوه، ما رح يستمتع بالمهنة، يحسها كأنه واجب. لازم تستمتع فيها، لأن فيها يبالها جهد، يبالها دراسة، بس لازم تحب المهنة. ذكرتني واحد من الشباب كان عندنا في الجامعة، طبعا دخلنا نحن، هو ريال متفوق، يعني تنطبق عليه كل الصفات أنه يدخل كلية الطب. فدخل جزاه الله خير أول سنة، سنة ثانية طلع. أول سنة دخلها لأن قال لي كان يبغي يرضي أمه وأبوه، لكن يا حليلة من يدخل غرفة هذا أغمى عليه، التشريح. شاف الدم أغمى عليه، ما ينفع، ما قدر، مسكين ما يقدر. صح ولا صح؟ أنت شرحتي وادم؟ وادم. أنا أقول نطلع فاصل عيل، ها؟ فاصل. أنا أقول بعد عيسى ميعاد الهاشمي مسؤولة برنامج رعاية خريجي الثانوية العامة اللي هو صحة، شو طب وعلوم. نحن صحة وسعادة، ممكن شيء صحة وسعادة، هم طب وعلوم، لكن هم يسعون إلى الصحة والسعادة. أكيد. شكرا لك ميعاد، ونتمنى لكم التوفيق في برامجكم المستقبلية. مدير مكتب إدارة المواهب في الهيئة، وايد حلو الاسم والله، كاتب يم اسمك الحين. انزين، جزاك الله خير ميعاد، وسامحينا عاد نحن ثقلنا عليك، ولكن ما نطلع إن شاء الله منذكركم بعد الفاصل بسؤال المسابقة. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا 600551414. سؤال الحلقة اليوم شو يقول؟ أي من الجمل الآتية غير صحيحة عن وجبة السحور؟ رقم 1، شرب اللبن والحليب وقت السحور. رقم 2، تناول الوجبات السريعة والأجبان المملحة وقت السحور. أم رقم 3، تناول الخبز أو ما يشابهه وقت السحور. 4006 مع اسمكم الثلاثي. يا ريال، مستحوذات على كل شيء. هذا كنا نتكلم نقول نحن ما شاء الله، يعني المرأة العاملة عندنا في هيئة الصحة بدبي بنسبة كبيرة، لأن قبل الفاصل كنا نتحدث عن برنامج طب وعلوم. فيقول مستحوذات على كل شيء، هذا مطرش مسج. المستحوذات على كل شيء، لا، منو قال المرأة نصف المجتمع؟ صحيح. زين، وللرجل؟ لا لا لا، المرأة مو نصف المجتمع، المرأة مجتمع كله. إيه والله. والرجل وين عيل؟ الريال بعدين. والله إزاك الله خير محمود، والله آخر شيء ريال والله. إنزين دكتورة،
يعني الصيام هنالك الكثير من المواضيع اللي يجب أن ننتبه لها في مسألة الصيام، خاصة يعني عندما نتحدث عن الطعام إنزين وعن التغذية وعن التغذية الصحية إنزين. فعشان شيء اليوم نحن نتكلم عن الصيام وأمراض القلب. ممتاز، موضوع معنا علي عبد الله الشواب اختصاصي التغذية السريرية في مستشفى راشد. صباحك الله بالخير علي. صباح النور والسرور. مبارك عليك الشهر. ما تبقى من الشهر يا علي، والله شهر طار. الرجال للأزمات كاتبين. الرجال للأزمات؟ ايه. يا سلام، زين والله. انزين، شو رأيك انت يا علي؟ شو رأيك في الشوح؟ انت ضيعت الموضوع. ايه، منو ياكل أكثر، رياي ولا الحريم؟ والله يعتمد من شهيته أكبر. الرياي أحس بعندهم قبيل يخربطون أكثر. ايه، يعني الاكل متاخر بالعاده تلاقي الريايل قليل، ما تلاقي من الحريم محمود ياكلون متاخر وشي بالعاده الريايل، يعني عندهم سهرات وطلعات اكثر من الحريم. اوكي، يعني هو الحرمه دائما تقول انا وزني ما اخترب الا عقب ما ربيت عقب ما سويت وكذا. ها، كلم الريال كلم الريال. يلا، لازم في عوامل بتكون مؤثره. انزين اختي علي، اليوم نحن موضوعنا عن الصيام وأمراض القلب، خلينا نتكلم عن هذا الموضوع بشكل عام. أول شيء، شو تبغين تخبرينا عن موضوع الصيام وأمراض القلب؟ أول شيء، مرض القلب بشكل عام هناك عدة أنواع من الأمراض اللي تأثر على القلب. كل واحد لازم يعرف شو مشكلة القلب اللي عنده وهل يقدر يصوم أو لا. يعني مو بشرط كل أنواع الأمراض تجنب المريض من الصيام. أوكي. ولكن يقدر يحاسب على، مثلا يعرف يراجع الطبيب شو نوع المرض اللي فيه، هل هو مستقر وضع صحيا أم لا. في هاي الحالة يقدر مثلا الدكتور يعدل له جرعات الأدوية أو ينظم له مثلا حصص الأدوية من الصباح إلى بعد الفطور، وإذا كان وضع مستقر مبدئيا يقدر يصوم. ولكن إذا لم يكن حالته مستقرة ومثلا يعاني من أمراض القلب بشكل حاد أو شديد، ففي هالحالات لازم يحاسب هل يقدر يصوم أو لا. مرضى القلب اللي بيصومون في رمضان كيف ممكن إن هم ينظمون أكلهم مع الأدوية؟ لأن خلال طول النهار ما بيقدر يأخذوا أدويتهم، فكيف ينظمون الدواء مع الأكل بعد الفطور؟ نفس ما قلنا، أول شيء يتأكد من الطبيب هل يروم يأخذ الأدوية نفس ما هي نفس الجرعات. في أدوية تتغير جرعاتها، إذا كان يأخذها 3-4 جرعات في اليوم تتغير إلى جرعة وجرعتين في اليوم. في هالحالة يأخذ مثلا جرعة بعد الفطور أو عند الفطور، وجرعة عند السحور، وجرعة في منتصف الليل إذا كانت 3 جرعات في اليوم. في هاي الحالات يقدر ينظم الجرعات وفي نفس الوقت يعني يحاسب على الوجبة في نفس الوقت. شو الأكلات المفروض مريض القلب يبتعد عنها تماما في رمضان، الأكلات اللي احنا متعودين عليها يوميا؟ بشكل عام المجموعات لازم تكون يبتعد عنها، المجموعات اللي فيها نسبة عالية من الدهون المشبعة، الدهون المهدرجة، هذه موجودة في الحلويات والمقالي واللحوم الحمراء، فهي الأشياء لازم يحاسب عليها ككميات ويبتعد عنها. منتجات الألبان بشكل عام لازم تكون قليلة الدسم، الفواكه، ما المفروض يشرب عصائر أكثر عن اللازم، العصائر المعلبة، العصائر هاي الجاهزة، الفيمتو وغيرها، فلازم يبتعد عن هذه الأشياء بشكل كامل. ممتاز. عندنا أكلات تقليدية في رمضان، كيف ممكن مريض القلب يبدل بين هاي والبديل الثاني؟ مثلا عن الهريس أهم شيء. الناس طبعا كل يوم هريس موجود على الصفرة لقيمات. مريض القلب من عنده أوريدي، هو الشخص اللي عنده مرض في القلب وعنده طبعا عامل خطر عالي، ممكن يصاب نوبة قلبية. صحيح. أخرى، فشو البدائل اللي يقدر يبدلها مكان الأكلات الشعبية حنا الهريس واللقيمات؟ تقدرين تأخذين نفس الأكلات هذه بس مطبوخة بطريقة ثانية، أو مثلا في مكونات ما نضيف لها، مثلا الهريس في ناس تأكلها مع الدهن، نشيل الدهن، هذا أبسط شيء. مثلا خلنا نقول الثريد، الصانونة، نوع الطبخ يكون مثلا قليل الدهن، ما نستعمل وايد البهارات العالية مثلا. نستعمل الدي اي بدل عن اللحوم الحمراء. نقدر ناخذ السمك. إذا بياكلون عيش ما ياكلون مثلا برياني أو غيره، يكون مثلا كالطبخ كل ما كان أقل كان أحسن، وهي نفس الوجبات بتكون بنفس يعني ما بيتغير عليه شيء. ممتاز ممتاز. بالنسبة لهالفطور، احنا لما ننتقل لوجبة السحور، شو الأكلات لازم يحرص عليه مريض القلب بما أنه عنده نهار صيام طويل والدكتور رخص له أنه يصوم، فشو ممكن يأكل خلال السحور؟
قبل السحور لازم يكون متعدد وجباته خلال اليوم من بين الفطور إلى السحور على الأقل 3 وجبات. يعني أنا وقت السحور لازم يكون أوردي ماخذ كفايته من السوائل لتجنب الهبوط أو الجفاف بنفس الوقت. وكل ما كان سحورة أخف كان أحسن، يكون غني بالبوتاسيوم مثل الموز، السبانخ، الفاصوليا أو الفول وزبدة الفول السوداني، هاي الأشياء خفيفة على المعدة وفي نفس الوقت بتشبع. منتجات الألبان قليلة الدسم، الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز الأسمر، الشوفان، منتجات الألبان مثل اللبن والروب قليلة الدسم، فهذه بتكون أعطتها كفايتها للصيام لثاني يوم. حلو هذا المصطلح كربوهيدرات معقدة. معقدة. معقدة في بسيطة وفي معقدة، شو الفرق بينهم؟ البسيطة اللي هي مثلا العجين، الخبز الأبيض، الطحين، هاي اللي تحصل مثلا في المعجنات، الأشياء اللي نحن نأكلها بشكل يومي. المعقدة اللي نحصلها مثلا في الخبز الأسمر، الشوفان، اللي خلينا نقول الحبوب الكاملة، هاي الأشياء تكون فيها غنية بالكربوهيدرات المعقدة. زين، في سؤال هنا يقول هل نقص الكالسيوم يؤثر على الصحة والعكس صحيح؟ نقص الكالسيوم يؤثر على الصحة؟ لا، يؤثر على الصحة بشكل كبير، يؤثر على العظام، يؤثر على امتصاص الفيتامين د للجسم. زين، كيف وين هي مصادر الكالسيوم؟ مو بس في الحليب مثل ما البعض يتصور، الحليب، السبانخ، بعض من منتجات الفواكه مثل الفراولة، البرتقال، البيض، هاي كلها مصادر غنية بالبوتاسيوم، بالكالسيوم. بالكالسيوم، بوتاسيوم في الموز، في الموز وفي التمر، بعد التمر، المكسرات، أنواع من البقوليات، الفول، المشمعول. المشمعول. نرجع حق أمراض القلب دكتورة. طيب الآن الواحد اللي يعني تي بعض النوبات الخاصة بالقلب وكذا أثناء الصيام، ممكن الصوم يأثر عليه ولا لازم يفطر ولا؟ على حسب. هل هو يعرف أن هذه نوبات أو لا؟ شو سبب النوبات هذه؟ هل بذل مجهود؟ هل كان مثلا شغلة في الشمس، رياضة، توتر، حركة زايدة؟ هاي ممكن تكون أعراض مشاكل في القلب، في هاي الحالات لازم يكسر الصيام. طبعا محمود مريض القلب مثل ما تفضلت الأستاذ علي أنه لازم قبل رمضان لازم يصير الدكتور القلب ماله ويفحص على القلب، على عمل وظائف القلب، يسوون له إيكو، تخطيط للقلب، نشوف هل عضلة القلب قادرة على تحمل ساعات الصيام أم لا. ما في يعني حتى خصوصا الناس اللي ما شافوا طبيب، في ناس اللي يتابعون الدكتور مرة في السنة أو مرة كل 6 شهور، وضع رمضان مختلف، يعني دكتور يقولك تعالي مثلا مرة كل 6 شهور، بس قبل رمضان حتى لو شايفنا أنت قبل 2 أو 3 شهور زيارة خاصة فقط لمناقشة هل أقدر أصوم ولا ما أقدر أصوم. طبعا حسيت في أي وقت بتعب، ضيق نفس، في ألم في صدر، ما في شيء اسمه أنا بحاول أكمل صيامي بستحمل، تتوجه لأقرب طوارئ وأفضل تجرح صيامك وتأخذ حبوبك. صحيح. هذا الكلام نقوله دكتور حتى مو بس لمريض القلب، نحن في أمراض معينة خاصة الأمراض المزمنة هذه يجب على المريض أن يزور الطبيب قبل رمضان. كل والله عندنا أمراض مزمنة محمول، حتى الضغط، السكر، كوليسترول، كلهم نقولهم زور الدكتور قبل رمضان وتشوفوا شو الوضع وهل تقدرون تصومون وما تقدرون تصومون. عشان انتي ما كنتي تينا الإذاعة قبل رمضان؟ لا، عشان نجوم، عشان تقييم النجوم مالي. يعني مو عشان المرضى. لا لا، عشان المرضى نشوفهم بالعادة بعد ما ارجع من الإذاعة، فخصوصا مرضى السكر، مرضى السكر ما في تهاون يا جماعة في سالفة رمضان، خصوصا ياخذون انسولين، ياخذون حبوب وضعهم شوي اسهل، ولكن الناس اللي ياخذون انسولين ضروري جدا 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 يشوفون الدكتور قبل رمضان لتعديل جرعات الانسولين ويعطيهم نصائح متى المفروض ياخذون الانسولين مالهم عشان ما يم هبوط خلال ساعات النهار. وطبعا المرضى اللي عندهم سكر لازم يكونوا دائما مستعدين لجرح الصيام، يعني شو يعني دائما ماشيين في جيبهم في حلاوه سكينه، لا جرح، لا عموما حلاوه او تمر، عشان لا سمح الله حسوا باعراض الهبوط على طول لازم يفطرون، ما في ان اتحمل وبصبر، لا حتى لو 5 دقائق تمع الفطور ترى ان شاء الله. دكتوره يقول انا يجيني القلب من سواقه البعض بريكات مفاجأة، الله يشفي مرضى المرضى كلهم إن شاء الله، اللهم آمين. في سؤال يقول تغيير نوع الزيت في قلي بديل زيت الزيتون،
هذا هو التالي. أو أنا أعتقد يسأل عن البدائل للزيوت المشبعة هذه، شو ممكن يستخدمها؟ الزيوت النباتية مثل أفضل أنواع زيوت الكانولا بدل منازع بعد زيت الزيتون. في زيوت أنواع ثانية مثل زيت الذرة، زيوت النباتية، بس نحن نفضل دائما ننصح المرضى بزيت الكانولا، هذا أفضل نوع وأخف نوع حتى غير المرضى. إيه بشكل عام. إيه بشكل عام نحن نحاول ندخلها بيوتنا ومطابخنا. زين دكتورة، باقي خمس دقائق على استقبال الأسئلة، نذكر بسؤال المسابقة. نذكرهم بالسؤال. أي من الجمل الآتية غير صحيح عن وجبة السحور؟ رقم واحد، شرب اللبن والحليب وقت السحور. رقم اثنين، تناول وجبات سريعة وأجواء مملحة وقت السحور. أم رقم ثلاثة، تناول خبز أو ما يشابهه وقت السحور. صح على 4006. صح صح دكتورة. على قلبك هذا ماي يا يودي. تفضل. زين دكتورة، في واحد كان يسأل منو الفايز أمس لو سمحتوك، تذكرين اسم؟ كان سلطان الشامسي. سلطان الشامسي. سلطان الشامسي أظن. أمس سلطان. هي سلطان. ها سامحونا إحنا ما نحط الأسماء عندنا. يروح إدارة إدارة منو تروح عند الجوائز؟ ما أدري أنت تعرفين. لا يقول يلا تروح عندنا يوزعون الجوائز. نرجع حق أختي عليا. رمضان فرصة كبيرة حتى لمرضى القلب في إنهم يحافظوا. خلفان سلطان الشامسي. خلف. من عند عيسى. شكرا عيسى. أوكي شكرا. خلصنا الموضوع. عيسى يوزع الجوائز. شكرا. ها دكتورة، هي رمضان بشكل عام فرصة للإنسان إنه هو يعني يراجع أكله، يراجع طريقة تحضير هذا الأكل بشكل عام، وممكن أنه اللي يبغي يزيد وزنه بيزيد، واللي يبغي ينقص وزنه بعد ممكن ينقص وزنه خلال هذه الفترة. فعشان تي نبغي نتكلم هني بالنسبة لمرضى القلب، شو هي الفرص أمامهم في رمضان؟ أول شيء أثناء الصيام الجسم متعود أنه يضخ 10% من الدم من القلب إلى الجهاز الهضمي، ففي فترة الصيام هذا الشيء يكون قل ويؤدي إلى راحة كبيرة إلى للقلب. صحيح. فهذه فرصة أن مريض القلب يحس بارتياح أكثر أثناء فترة الصيام، هذا أول شيء. في هالحالة يقدر يمارس وظائفه الطبيعية، حياته بشكل طبيعي بالانتباه إلى أعراض الأمراض القلب. يقدر يتبع نوع من أنواع الرياضة، لأن الرياضة وايد مفيدة للقلب، بس هذا طبعا ما يكون أثناء فترة الصيام، ولكن بعد فترة الإفطار، خلينا نقول ما بين العشاء والتراويح، بعد يعني بعد صلاة التراويح وقبل ما يتعشى أو يتسحر. مثلا يقدر يحاسب كنوعيات الأكل، مثلا شو اللي بياخذها فترة الفطور، كم الكمية، هذه كلها تبدأ شوي شوي بالتدريج، لأن في فترة يعني ما غير شهر رمضان هذا كله بيكون متخربط، ما في تنظيم، ما في مثلا كميات معتدلة، أوقات معتدلة، فهذا كله بيتغير إن شاء الله في رمضان إذا كان يحاسب على هذه الأشياء بشكل تدريجي. فخلهم يشاركون معنا محمود في حمد خليك قدها وتغير. واحدة من الأهداف الحلوة الموحة ممكن يحطها أنه يغير نمط عادات الغذائية. وأنا حطيت ترى. تعرف شو حطيت؟ شو حطيتي؟ إني أقلل شرب القهوة في رمضان. طبعًا يعني أهم هدف. هذا أكبر هدف. أهداف حاطت لي ترك ال. إذا أنت حط هدف لا ترى حطيت لك أنا منشن. قلت لك أنا ما أبغى أتغير. ما يقول ما عندي شيء غيره. فاللي يسمعنا دخلوا على أكاونت هيئة الصحة في دبي ونزلوا بوست في أكاونتكم باسمه هاشتاج خليك قدها وتغير، وحطوا هدف، أي هدف تبونه صغير كبير. ليش هم إحنا ليش نسوي هالشيء يا جماعة؟ في دراسة قالت إن الناس اللي يعلنون أهدافهم للغير في فرصة أكبر إنهم يلتزمون بالهدف. مثلاً إن الشخص بيقلع عن التدخين، شو نقول له؟ سير خبر الناس اللي حوالينه اللي أنت ناوي تقلع عن التدخين. ليش؟ لما تعلن الهدف للناس تتحس بينك وبين نفسك، حتى لو ناوي تغش تقول لا أنا خبرت الناس، كيف أنا الحين بغش؟ ما أقدر أغش. فخذوا هالمبادرة الجميلة، صدقوني تساعدكم في تحقيق الهدف، ممكن مو بمية بالمئة ولكن 70% بتوصلون أقرب إلى هدفكم. فخلنا نتعاون في هالمبادرة الجميلة. حد يقول شو هالأسئلة السهلة؟ يلا زين الحمد لله يعني، بس في ناس يجاوبون غلط ترى. تقريبا أكلنا كل دهون، كيف نحافظ على صحة القلب؟ حد كاتب سمبوسة. منو قالت إنك كنا دهون؟ أنتوا غيروا الخيارات الصحية أكثر يا جماعة. ترى من قبل رمضان أقول لا تقلون السمبوسة. إنزين ها دكتورة. وايد خيارات صحية موجودة، ما بشرط الدهون. مدير شو عن رجيم رمضان؟ ورتب لنا طلع عن طريق جروب الحش عشان نسمع نصايحك عن الصحة. شو السالفة؟ منو أنت المدير؟
جماعتك محمود داشين على الانستغرام رمضان دكتورة ما ادري ما الاكونت اصلا غريب علي. ها رجيم رمضان، رمضان أصلا هو رجيم صحيح. تتحافظ بتكون على نسبة نوعية الأكل، مواقيت الأكل، كم كمية الأكل اللي بتأخذها، مثلا الفطور مثلا وجبة، نص الليل وجبة، السحور وجبة، هاي بشكل بسيط ثلاث وجبات رئيسية ووجبات خفيفة من بين الوجبات هذه بتكون. طيب بالعكس اللي تكلم عن أهدافه ما يحققها يعني تعتمد بالعلاف وجهة نظر. بنحاول نغير عادات السيئة في الأكل، وثاني يوم وثاني يوم واحد ثاني بيتكلم ما فهمت. ما فهمت. إنزين يعني هو مثلاً الواحد يقول إنه بيحاول كذا واليوم الثاني يغير شيء. إنزين. لا والله يساعد، أنا والله قللت والله من القهوة صدقون والله. بعد الفطور مكالمة عندنا، ناخذ مكالمة محمود أخونا أحمد. يلا آخر مكالمة على السريع، محمد تفضل باجي ثلاث دقائق. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، هلا أخوي تفضل. كيف حالك دكتور؟ بخير الله يسلمك. الله يحفظك دكتورة. بغيت أسأل، أنا عندي كوليسترول والضغط والسكر والقلب. أوكي الحين قم من أصوم أحس بضيق في التنفس وما روم أنا مثلا حسيت لي في هبوط أو برجع شو الحل؟ صرت مستشفى أحطون علي سيلان أرد البيت نفس الشيء. كم طولك ووزنك أحمد؟ أظن أنت مريضي في العيادة صحيح؟ هي أنا عارف حالتك الصحية. هي أحمد أعتقد حالتك الصحية لا تسمح أصلا بالصيام، من معرفتي بحالتك الصحية ما تساعد على الصيام. أحمد مر عليها العيادة بارك الله فيك، ليش ما تردين على المرضى خليهم يتصلون على الإذاعة؟ لا ما شاء الله هو يحب يشاركنا على الهواء. جزاك الله خير. مرنا يا أحمد أكون موجودة في العيادة إن شاء الله بالساعة واحدة، مرنا اليوم بعد ما يهمك فالك طيب. إذا نحن أثناء يعني ما نأخذ الكلمة الأخيرة من دكتورة عليا، لكن أثناء ذلك خلينا بس نجاوب على السؤال ويسحبونا على الفائز. شو السؤال يقول؟ الجملة، أي من الجمل الآتية غير صحيح عن وجبة السحور؟ الإجابة الصحيحة الثانية هو تناول الوجبات السريعة والأجبان المملحة وقت السحور. لما عيسى يسحب نأخذ كلمة الأخيرة مع الدكتورة. دكتورة علي شو تبغين تقولي للناس في رمضان؟ حافظوا على صحتكم، حافظوا على نوع الأكل اللي تاكلونه. رمضان فرصة كبيرة وجيدة لتغيير العادات السيئة، للابتعاد عن العادات اللي متعودين عليها الغلط. فرصة لأن نحن نجدد، خلينا نقول الولاء مع نفسنا، مع جسمنا، مع طاقتنا. صحيح. والصيام لازم يكون طاقة إيجابية مش طاقة سلبية. أكيد. شيء مثل الدكتورة ندى شيء تعطي طاقة إيجابية في المكان يعني. شوفوا أنا صايمة ومو بصايمة، معناه يا جماعة لا نستخدم الصيام شماعة لي اللي هو. أنت صايمة ومو بصايمة؟ لا. أقولك وأنا صايمة ولا مو بصايمة، مزاجي يعني زين ومتفائلة يعني. فالصيام ليس شماعة عشان أقول والله أنا مزاج أنا معصب عشان مصايم. لا. عمار الفائز عمار خليل الحريري، ألف مبروك عمار، فاز معنا 500 درهم مقدم من هيئة الصحة. ألف مبروك يا عمار. دبي يقول في عندنا بعد دقيقتين خلينا نستغلهم. سؤال دكتور، أنا شديت في تمارين الجري ورفع الأثقال مستوى الرجل الحديدي على غفلة وجاني ألم في العضلات وأحس بألم في القلب، إذا رقت جهة القلب شو السبب؟ بالغ ورفع الأثقال ما أعتقد يكون في مشكلة في القلب، ولكن ها عبارة عن شد في العضلات السوالك. مرنا العيادة نعطيك فيه دواء زين وكريم زين عشان تخفيف شد العضلات، ونسوي لك تخطيط. خلنا نكمل جواب الرجال، بقول تخطيط للقلب عشان أتأكد إنه ما فيك شيء. أنت بتعطينا كريم قبل التخطيط؟ هو خليه بسوي كريم وتخطيط في نفس الوقت. شو أفضل وجبة صحية للفطور، وما أفضل وقت لممارسة رياضة قبل أو بعد الفطار؟ هذا السؤال يتكرر معانا طول الشهر دكتورة. أسريع. قبل الفطور بساعة أو ساعتين، وبعد الفطور نفس الشيء بساعتين، وما تكون على معدة ثقيلة، ما تكون وجبة ثقيلة. أفضل نوع فطور خفيف، تمر، لبن، سلطة، شوربة غنية بالبروتين بشكل سريع. جميل. وين يجيك يقول أنا في السعودية دكتورة؟ وين في السعودية؟ ايه؟ سير سوي تخطيط قبل عن أقرب مركز صحي لكم، وخلي أعطوك شيء لشد العضلات. جروب الطاقة الإيجابية محمود وندى مع حفظ الألقاب، شكرا لكم، تسلمين ما تقصري، إذا شيء كريم معين أروح أخذه، جزاك الله خير، تحت الهواء الحين وأخبرك إن شاء الله. شكرا لكم ضيوفنا الكرام، كنتوا معانا في هذه الحلقة، يعني كانت حلقة مميزة معاكم. شكرا لك دكتورة علي عبد الله شواب، شكرا لكم ما تقصرون على الاستضافة. شكرا لك دكتورة ندى، شكرا لكم، ما قصرتي، شكرا، قصر الشر عنك محمود. شو السالفة؟
ترى ما تقول ما قصد شي يردون عليك زين عشان تقول ما ترد علي. شكرا لك ميرا الاغفلي على كاتب معنا بالتنسيق، شكرا لك عيسى سبيل، هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.